أمير وسميرة راحوا يزوروا خالته أم باسم، وهم قاعدين أبو باسم الراجل حقيقي عمالة بيتكلم على نجاحاته أثناء الحرب العالمية الثانية والثالثة والرابعة، وعلى إزاي انتصر على كل زمايله اللي كانوا في الكلية، وإزاي اقتص لنفسه من المدير اللي كان تعبه، وعمالة يتكلم. وكل شوية سمير يبص لسميرة، وسميرة تبص لسمير، وأم باسم يا عيني قاعدة مش عاجبها الوضع. بعد ما خلصوا وهم نازلين، بصت سميرة كده وقالت له: أتكلم أنا عن الشخصية المحبوبة النهاردة، الشخصية المحبوبة اللي طول الوقت بتتكلم على نجاحات اللي حواليها مش على نجاحاتها، اللي دايما بتدي لكل واحد فرصة يفتخر بنفسه، اللي بتتكلم عن إنجازات الناس ونجاحاتهم، اللي بتتكلم على إزاي فلان طلع من الصفر وبقى النهاردة في الموقع الفلاني، إزاي فلانة اتغلبت على إعاقة عندها وانتصرت عليها، إزاي فلان اتغلب على مشاكله وحياته الزوجية والنهاردة بيته من أسعد البيوت. طول الوقت بيتكلموا على نجاحات الناس ويخلوا نفسهم آخر ناس. دول الأشخاص المحبوبين. يا ريتنا وإحنا قاعدين في وسط الناس نتكلم على نجاحات الآخرين، وخاصة الموجودين حوالينا. خلوا الناس تفرح وتحس إن وجودنا شيء مبهج، علشان كده بنبقى محبوبين ومحبين، مش كده ولا إيه؟